أصدقائي المشاهدين والمستمعين، من حييكم عبر صوت لبنان بيوم جديد، كمان عناوين جديدة لمواضيع رح نطرحها اليوم. رح نحكي كمان مرة عن كاريتاس، كيف مكملة كاريتاس، شو برامج كاريتاس حتى بالقرى النائية، كيف عم بتساعد المواطنين. التمويل كان يجي من الخارج يعني أكثر من اليوم، لأن صار توجه صوب أوكرانيا. كيف رح تكفي كاريتاس؟ شو عم تعمل لحتى تمول حالة بحالة؟ هيدا أول عنوان. العنوان الثاني، القطاع العقاري يتقهقر. نعم، القطاع العقاري اليوم الملكين والمستأجرين عم بيعلوا الصوت. ما عنا خطة إسكانية، من سنوات بيخبرونا أنه في خطة إسكانية. طيب اليوم وين وزارة الإسكان؟ ليه ما حدا عاير اهتمام لموضوع السكن؟ والسكن هو حق لكل مواطن لبناني. كمان هيدا عنوان آخر. قبل ما نبلش نطرح العناوين مع ضيوف معنيين، إن كان برابطة كاريتاس لبنان أو كمان بالقطاع العقاري، شو الحلول هلأ المطروحة لحتى ما يتراجع أكثر القطاع، يقدر الشاب اللبناني يتجوز يعني ويقعد بيسكن بشقة؟ هيدا رح نطرحه اليوم بسياق حلقتنا. إلى البداية، اليوم شو؟ اليوم كذبة أول نيسان، وبأول نيسان منعرف من إحنا وصغار الكذب مسموح، لكن اللبناني شبع كذب أبيض وكذب أسود، وحتى البيضة والمقالب اللي بتصير بأول نيسان ما عادت تضحكوا، ولسان حالهم يا ريت اللي عايشينه واللي عم نعيشه اليوم هو كذبة ومنا حقيقة. كنا نمازح بعضنا البعض بنهفات وكذبات بأول نيسان ونضحك على حالنا ومن كذباتنا، ولكن اليوم ما في شي بيضحكنا. وأكبر كذبة اللي عم بيعملوه السياسية، ما شبعوا من الكذب علينا بالوعود، ما شبعوا من إظهار المحبة للناس بس وقت الانتخابات، ما شبعوا الناس من الاستزلام ليلي وصل البلد إلى الانهيار الاقتصادي والإنمائي، وكمان وصلوا إلى الانهيار الصحي والبيئي والتعليمي، وما بدنا نعدد كل القطاعات بالبلد. بس للأسف نحن عم نعطيهم وكالاتنا لحتى يستثمروا ببلدنا، وبتبقى التمنيات بأول نيسان نابعة من حالة الناس. وربما اللي نحن منحتاج له اليوم هو يوم للصدق، فكل كذبة وانتو بخير. رح نكمل هالمرة مع كاريتاس. بيسعدني اليوم استقبل ضيفنا ببرنامج نقطة على السطر، مدير المشاريع الاجتماعية برابطة كاريتاس لبنان، أندري قواق. أهلا وسهلا فيك. بونجور مدام نوال، يعطيك العافية. ميرسي. أندري قواق، اليوم نحكي كمان يعني هذا سؤال تقليدي، الحملة معكم بتبقى الحياة كفاية، هل هي بنجاح أم فعلا يعني الناس منا قادرة حتى تساعد رابطة كاريتاس لبنان؟ صحيح، السنة الحملة مش مثل كل السنين، السنة أكيد أخف، الناس وضع مأساوي مثل ما حضرتك بلشت بالمقدمة، عم فيهم يساعدوا قد ما فيهم، بس نحن كمان بدورنا علينا نلاقي حلول غير تنحنا ندل واقفين حدهم. وهون ببلش دوري برابطة كاريتاس بإدارة البرامج والمؤسسات الاجتماعية اللي كاريتاس خلقت هالقطاع من شي سنة ونص، يلي هدفه هو انه نستثمر اشياء بترد علينا اموال، وهالاموال بنستثمرها بنرجع نحن لبرامجنا الطبية التعليمية. مع بس ما كل عمره كاريتاس هيك عندها مشاريع، كل عمره بتساعد السيدات والصبايا بالقرى اللي ما فيها فرص عمل، تخلق لها فرص عمل. مزبوط، بس هلأ صرنا عم نخلق شغل، إذا بدك عم يصير نتعاطى بالمادة. يعني عنا اليوم مثل مصنع بدير الأحمر بيصنع كل شيء، أنواع كبيس ومخللات ومربيات وكل الأخبار، وعنا ماركة إلنا صرنا حاطينا بالسوق اللبناني اللي عم نقدر نبيعها، ومن ربحها اللي عم نرجع عم نعمل فيه نحطه بمحلات نستثمره بمشاريع مع المسنين. معك، هي ما كانت تصير قبل ولا هلا المستجدات السنه؟ ما هلا كانت خفيفه، اذا بديك السنه وسعنا فيها، صرنا سنتين ثلاثه عم نوسع فيها بكذا دومين شغل، بمطبخ عنا اياه للمسنين كنا نعطي فيه بس للمسنين، حولناه لسناك، صرنا عم نقدر نبيع فيه لشركات، نعمل دليفري نقدر نبيع، وزدنا عليه كل شيء عم يدخل مدخول زياده يكون للمسنين بذات الوقت، بنقدم لهم الوجبات اليوميه. بس اكيد يعني البيع من رابطه كاريتاس لبنان بتكون باسعار تشجيعيه، منا باسعار موجوده بالسوق اليوم.
يعني إذا بدك تحصل على سناك بدك صحيح. يعني تدفع ربع معاشك على لبنان. لا جد لا مزبوط. لا لا يعني هالأسعار هي مدروسة بحاجة كل الناس. درسنا فيها شغلتين أسعارنا يعني يوم إذا بتروح حيا السوبر ماركت حاطين فيها البرودوي تبعولنا ما غلينا السعر إلنا لأنه إذا نكون عم نعمل خدمة بخدمتين يعني بدل ما يجي لعنا شخص مستعد ماديا بالقليل اللي معه فيه عم يشتري من هونيك ونكون عم نقدر نساعد حدا تاني من هون. بقى لا معك حق ما غلينا أسعارنا وأسعارنا كتير منيحة. نعم وهي وين موجودة يعني اليوم عم بيسمعوا الناس وعم بيشوفوا عم تحكي عن عن ماركتنا اسمها فينا نقول اسمها انتاجنا سو انتاجنا موجودة بكتير سوبر ماركت بلبنان عرفوه واضحة ومبينة بعدة ايتم بيروح عندنا فوق 50 ايتم موجودين على الرفوف اكتريتهم هو بيتصنعوا صناعة وطنية بامتياز صنعة في لبنان من مدامات بمنطقة دير الأحمر. ما فيها مواد حافظة صحية أبدا برودوي طبيعي 100% يعني شغل ديات ستاتنا وصبيانا خصوصا بالقرى اللي بيشتغلوا طبعا من قلبهم أكيد. وبس مع النورم اللبناني يعني أكيد في مواصفات مع تمدينة مع المهندس اللي مستلم المصنع فوق سلاك أكيد كل شيء مدروس من ناحية بلش بالزراعة مع المزارعين الأطفال عم نلمهم بالتصنيع بالتوضيب وبالتنزيل على السوق. هيدا ما بيتطلب تمويل يعني اليوم نحن بنعرف انه كان تمويل يجي هيك مبحبح شوي اليوم العين على اوكرانيا على الناس اوكرانيا مواطنيها لمساعدتهم بظل الحرب الدائرة بينه وبين روسيا اليوم يعني خف المساعدات من الخارج اللي كانت تجي على كاريتاس لبنان اكيد كل مرحلة عم بيجي بتجي على لبنان عم بيكون للأسف حظ إلنا فيها أنه نقدر ناخد تمويل منها يعني وقت اللي إجوا اللاجئين السوريين إجا ناس تساعد كرمال هيك وقت اللي صار انفجار بيروت إجا ناس تساعد كرمال هيك بس عم يتساعدوا مرحليا يعني مثل ما بس بالبرامج اللي بنشتغلها نحن ما في على طول إلى مساعدات لأنه إذا بدك هي بالأولويات بتنعد بآخر سلم الأولويات كرمال هيك كاريتاس اشتغلت إنه كان بالزمانات عاملة هالمشاريع انه تقدر تشتغل تكون هي عم تمول حالها بحالها وهيدا السبب اللي خلينا نقدر نوسع ونكبر اليوم متكلين على كل شغلة يعني كل مؤسسة عنا يا هي عم تساعد حالها وتجرب تساعد اختها اذا هي كانت قصرت محلها هديك تساعده مع بعض. بس اليوم يتطلب يعني كمان كتير ناس تساعد وتكون موجودة هل هو في تقديمات يعني ببلاش ولا فعلا في رواتب آخر الشهر مطلوبة ما هيدا السؤال لا في يعني. رواتب آخر الشهر مطلوبة للأسف ما بقى فيها الناس تكمل ما فيها الناس تكمل بشي يعني اليوم حيلا شغلة صغيرة عم تعمليها إذا بتروحي بالسوق اليوم بتشوفي يلي كنت تاخدي يقدموا لي كيب حيالا مطعم بلاش صاروا عم يفوتروا لي كيس وما صحيح. في شيء بلاش بقى اليوم لانه احنا كمان ما بهمنا نكون بلاش نحن بهمنا لانه من امن اكيد بالتطوع عمال. اكيد من امن بالتطوع بس يلي بده يلتزم معك بده يكون عم بياخد معاش وبيكون ملتزم اكتر وبيعطي نتيجة اصح واحسن. نعم ليش اختير مثلا دير الاحمر ليه ما اختيرت غير مناطق على اي اساس بتختار كاريتاس انه تركز المصانع التغذية عم نحكي المصنع اللي افتحناه بدير الاحمر كان وقت اللي تصنع كانت الفكره انه الاساسيه انه نخفف هالناس تترك ضياعه وتنزل صوب بيروت ومنطقه دير الاحمر هي منطقه على الاطراف كانت مسيحيه وكان لازم يتساعد الدور يبقوا بمنطقتهم نسميها هيك اذا بديك ودور كاريتاس ودور الكنيسه مثل ما بتعرفي كاريتاس هي زراعه الكنيسه سو كان دوره تساعد هالناس تبقوا بالمنطقه فوق وبما انه منطقه فيها زراعه ومنطقه فيها عدد سكان لا يستهان فيها حتى بالصيف كما بالشتاء اكثر يعني ما بتفرق عندهم بين صيف وشتاء يعني سو كان الاختيار هونيك وتم التمويل من وقتها لهونيك وبلش بمصنع صغير اكيد ما بننسى مطرانيه المنطقه فوق اللي هي قدمت الارض بوقتها للمشروع وعملنا المشروع عليه وبلش المشروع كان صغير اليوم مشروعنا اذا بدنا نيجي نحسب المكانات اللي في عندنا مكانات تقطع قيمتها المليون دولار عندنا من احدث مكانات اللي بتعمل القمح فوق اللي بنعمله فريكي سو نحن اليوم صار عندنا الفريكي اللي هي مثل الكينوا اذا بدك بتتوز بتنعمل عندنا وبتنعمل على النورم الاصول بتنسحب منها كلها مكانات على بتسحب لها رطوبتها يعني جهزنا اجدد مكانات يمكن ما في منها بلبنان ما كان يا اثنين نحن عندنا هن موجودين صاروا نعم
على كل حال كيف المبيع؟ يعني عم بيكون في تجاوب من الناس مع انتاجنا؟ هيك كتر خير. لا سبب كثير بنبيع منيح. نحن بلشنا الاسعار يعني بمتناول، كنا عم نحكي نحن وياك انه مسي اندري يعني الاسعار كانت بمتناول الناس. صحيح، حتى نحن عملنا ستيب جديده، هلا خطوه جديده يلي بلشنا عم نصدر لبرا فيها. يعني هي منيحه ومش منيحه، بس بدنا مجبورين نطلع لنقدر نفوت مثل ما بصير فريش ماني هالموضة الجديدة، مجبورين نتعامل فيها تنقدر نستمر. بوقت اللي حتى نحن اليوم مع الرئيس الجديد بكاريتاس مع أبونا ميشيل يلي هو عم بيطالب، ميشيل عبود موجه له تحية صحيح، كل الأشخاص بمناطقهم يلي شو بيزرعوا شو بيعملوا يقولوا لنا، نحن بنتواصل معهم، نحن بنأخذ هالمحصول، نحن بنصنعه، نحن في عندك في عندك راس بعلبك، عندك كمان بالشمال، عندك بالجنوب، كلهم هو في عندكم مراكز ولا يعني رابطينا مع لا بنتواصل تواصل، لأنه إذا ما بتعرفي كاريتاس عندها 36 مركز على صعيد كل لبنان، وكل مركز عنده لجانه بالرعاية تبعيته بيتواصلوا. بعلبك عندنا مركز أكيد، بكذا منطقة يعني بزحلفي بسورفي بكل مناطقنا، سو بيتواصلوا مع كاريتاس وبيوصلوا لنا هني، ونحن صرنا عم جهزنا حالنا بطريقة أنه نقدر نلم هالشي ونصنعه يكونوا هني مرتاحين ونحن محضرين للسوق ومش الحال. نعم، شو قصة أكاديمية كاريتاس، رابطة كاريتاس لبنان؟ يعني هلأ خلقتوها جديد ولا هي موجودة وطورتوها مثل المصنع؟ بلشت لأ من شي سنتين ثلاثة، بلشت كانت هي مدورة تعطي لموصفينا انه نقدر نخليهم أبديت بكل التفاصيل اللي عم تصير معهم بكل المواضيع بكل الهد. بس بعدنا أكتر وقت اللي شفنا انه قدرنا نشركها مع برامج، نصير نعطي دورات للامن العام، دورات بضيع معينة، نروح مع اتحاد بلديات، دورات لعمال اجانب، ودورات للموظفين، توسعت كتير وصرنا عم نقدر نعطي فيها حتى اونلاين لدورات مع ناس من برات لبنان. كتر خير الله. كتر خير الله. معنا مديرة مركز التصنيع الغذائي ببلدة دير الأحمر المهندسة الزراعية ميرلا نموس، أهلا وسهلا فيك. بونجور، كيفك ميرلا؟ أنا منيحة، كيفك أنت؟ منيحة. كيف التجاوب مع السيدات هونيك والصبايا بدير الأحمر؟ يعني اليوم صار في تنوع بالتصنيع، صار في غزارة أكتر بالتصنيع، كيف عم بيكون التجاوب؟ وهل كمان يعني خلق فرص عمل، ضمت سيدات وصبايا جداد إلى التصنيع الغذائي بمركز دير الأحمر لرابطة كاريتاس لبنان؟ أكيد الشغل مع السيدات هو أنا برأيي أحلى شغل معقول تكوني عم تشتغلي، لأنه بتكون عائلتك الثانية مع سيدات، بتكون عم تشتغلي معهم عم يعطوك من قلبك، خصوصاً بهالمنطقة بمنطقة دير الأحمر. كثير السيدات عم يقدروا يعطونا من قلبهم، عم يقدروا يتطوروا معنا وقت يكون نحن عم نطور المنتج أو عم نطور المعمل بمكانات جديدة. وكمان عم بيكون في الشباب اللي بالصيفية مثلاً ما بيكون عندهم مدرسة، كمان عم يقدروا يساعدونا، عم بيكون في قبول كثير كبير إنه يجوا يساعدونا ويكونوا حدنا. خصوصا يعني بالمواسم اللي بتتطلب جهد السيدات مش قادرين يعملوها، فهيك عم بيصير في تعاون بين الشبيبة وبين السيدات كمان. نعم، يعني شو الاشياء الجديدة اللي اضفتوها الى التصنيع؟ يعني نحن بنعرف انه كبيس ورق عريش، وفي اشياء تصنيع جديد لانتاج زراعي جديد اضفتوه سنة، شو هو؟ هو يعني يعني انتاج جديد، ما في يعني بدي اقول لك يعني مثل نوع معين جديد نزل على السوق، بس هو اللي نحن عم نجرب نعمل اليوم بما انه الوضع الاقتصادي سيء على الجميع، فاللي بنقدر نعمله واللي بنقدر نحن كمان نكون عم نساعد بطريقه غير مباشره انه نكون عم نخفف الكوست للبرودكشن. يعني اليوم المرأة اللي بدها تشتري بين مربى البندورة أو رب البندورة تتحس حق الإزازة فاضية حقها 9000 أو 10000، اليوم نحن عم نقدر نأمن هذا رب البندورة لأهل البيعة بكياس، يعني اليوم الكيس الفاكيوم بنحط بالفريزر، اليوم بكون عم نخفف عليها كوست بقصص صغيرة بتجمع معها لآخر السنة، فعم نقدر نحسن بالجودة وعم نقدر نحسن بكلفية المنتج اللي عم نبيعه. نعم، على كل حال يعني اليوم أي متى برأيك ممكن يصير في سلة غذائية لكاريتاس موجودة؟ يعني أنا أروح كل منتوجات إنتاجنا تصير سلة عنا بالبيت، عم ينشغل على هالشي هلأ؟
ما انه بعيد الجول يعني اللي لازم نوصل له. عم نشتغل على هذا الموضوع فنقدر نكون يعني ما ضروري تكون السله موجود فيها كل الانواع ويكون في عنا نوعيه ما منيحه. عم نقدر نشتغل على نوعيه كل منتج بحد كل منتج يكون بيشبه الثاني كان بالنوعيه اللي الضاعه اللي نحن عم نشتريها من السهل متابعه مع المزارع إن كان كيف بدها توصل على المعمل كيف بدها تكون عم تتصنع وكيف بدها ترجع تنزل على بيروت حتى توصل لعندك عبر راسك او على الطاوله بتقدر تكوني عم تشتغل فيها بطريقه امنه واكيد باقل كلفيه. يعني اليوم الكلفه اهم بكثير من كل شيء. يعني اليوم كلنا عم نحكي بالكلفيه كلنا عم نحكي بالوضع الاقتصادي. نعم المهم انتم يعني اي سيده بتتقدم لا بتطلعوا بالعمر مش هيك؟ أبداً. يعني الأعمار منا عائق شباب صبايا سيدات كبار بالعمر المهم أنه يتعلموا ويكون عندهم خبرة. مزبوط هذا الشيء عم يساعدهم. يعني اليوم لما السيدة تجي لعند تجي تبلش شغل بكاريتاس نعتبر أنه اليوم هذا الشغل عم تشتغله مش بس تكون عم بتعيل العائلتها أو عم بتساعد زوجها ما تشوف البيت أو إذا كانت قارملة عم تكون هي عم تصرف على بيتها لا بتكون كمان بالمقابل عم تتعلم مهنة هذه المهنة فيها تكون عم تستفيد منها لنعتبر عملت كشف ببيتها وباعت لنعتبر عملت بتنزيل مقدوس وباعت ببيتها فهذا الشيء بنكون احنا عم نساعد بطريقة غير مباشرة للوعي لحتى يكون كمان النساء عنده دور بالمجتمع يكونوا هني واقفين زيهم يكونوا هني قادرين عم بيعيلوا حالهم عم بيعيلوا عائلتهم. أنا بدي أشكرك مديرة مركز التصنيع الغذائي ببلدة الدير الأحمر المهندسة الزراعية ميريلا دموس. أهلا وسهلا فيك ويعطيكم العافية. على كل حال في واتساب يقول الكاريتاس بتساعد السورية مثل اللبنانية شو القصة؟ هني عندهم مين يساعدهم؟ أنا قلت لك مدام قبل اليوم اللي بيجي وقت اللي بيجي للمشروع من برا بروجي من برا ممول هدفه نعطيه للسوريين نحن مجبورين هيك ملزومين بس اللي بدنا نلحظه فيه نجاوب على الواتساب نحن حطينا كونديسيون تبعتنا شروطنا كنا اول شيء كنا نعطي 20% مثلا للبنانيه 80 للسوريه صرنا معهم للدونر عم نوصل 50 50 مع العلم الموظف اللي عم بيقوم بالمشروع هو لبناني السيارات اللي عم نستاجرها من شركه لبنانيه التليفونات اللي عم نستعملها شركه لبنانيه كل الماتيريال اللي بنشتري من ورقه لقلم لكل شيء بيستعمل هو من عند لبنانيه بقى خلي يحسبهم ويشوف قد ايه عم بيبقى للسوريه بنبقى نرجع نحكي بالموضوع لا لانه اللبناني بيفكر انه عنده الامم المتحده يعني عم بتساعدهم عم تدفع لهم فريش دولار اللبناني ما حدا عم بيقدر يساعده طبعا مش عم نقصد كاريتاس بس ما نحن المشروع يعني وقتنا مع الامم بنشتغل بيمرق من خلال هول المشاريع بس اللي في اكد لهم اياه انه بحملة الصومبي من لمن كلهم هلأني بيجوا من لبنانية بيروحوا للبنانية 100% شو الآلية طبعا اليوم ليتسجلوا بالأكاديمية عندكم اليوم هذا برنامج بدنا نحكي عنه طلع المديرة كمان معنا ايه هلأ على كل حال بس قبل خلينا نحكي معك هالموضوع الآلية هي نحن اللي عم نجرب نعمله نلقي جروبات يعني اليوم إذا اتحاد بلديات عبالهم يعملوا دورة للنساء عندهم بتبلشي من محور رقمي من الأول لناس سبيسياليست فيهم ياخدوا شهادات من مايكروسوفت سيرتيفايد كلهم سو فيهم يتسجلوا أكيد ما في أي إشكالية فيهم يحضروا نحضر لجروبات عم تصير يا أونلاين بس عم نفضل أكتر هلأ من بعد ما خفت شوي كورونا أنه لا بريزنسيال أحسن ما بدون يدفعوا بنزين ايه بس في يستفيد اكثر لانه نحن مأمنين لهم الكمبيوتر السال موجود الكمبيوتر موجود كل شيء السكرين يعني في ياخذوا يعطوا يتعلم اكثر وعندنا اللابتوبات اللي بتساعدنا مثل ما تعملنا كذا دوره بكذا محل عم ناخذهم كنا هال 15 20 لابتوب نروح يكونوا هن مجهزين لنا الساله ببلديه معينه بكنيسه معينه بسال معينه نعطي الدوره ونرجع. على الخط مباشره معنا منسقه اكاديميه تكنولوجيا المعلومات التابعه لرابطه كاريتاس لبنان ميراي سعاده. اهلا وسهلا فيك ميراي. يعطيك العافية. يعني الدورة هون خلينا نقول الدورة قديش تستغرق شو المطلوب من يلي بده يتسجل ليتعلم يعني على الكمبيوتر والكمبيوتر اليوم صار حاجة ماسة عند كل مواطن لبناني دي بده يدفع اليوم بيطلع له شهادة خبرينا كل هالتفاصيل ميراي. ايه اكيد اول شيء بدي صباح الخير صباح النور أول شيء حسب الدورة اللي عم نحكي عنها مثل ما كان عم يحكي زميلي في عنا أول شيء ديجيتاليزيشن أو محو الأمية الرقمية اللي هي أكثر شيء نحن عم نشتغلها مع النساء اللي هن موجودين بالمناطق الريفية أكثر اللي ما عندهم خبرة بالعمل على الكمبيوتر
محو الأمية الرقمية هي أساسية. كنا من زمان نقول أنه يلي ما بيعرف يكتب ويقرأ هو أمي، بينما اليوم يلي ما بيعرف يستعمل الكمبيوتر هو أمي. نعم. هيدي الدورة هي بحاجة إلى 18 ساعة تدريب. نحن نبلش من الباز، يعني من أول مرحلة بنعلمهم كيف يدوروا الكمبيوتر، كيف يعملوا تايبنج للكمبيوتر، كيف يعملوا دوكيمنت. كمان بنقدر نعلمهم يشتغلوا أونلاين، سيرتون النسوان يلي أولادهم بالمدارس عم يشتغلوا أونلاين ما عم يقدروا يقدموا لهم السبورت اللازم. نعم. 18 ساعة بيقدروا النسوان يلبوا هيدا الحاجة، وهي لكل الأعمار، يعني ما في أعمار بترفضوها أعمار إيه؟ لا لا لا، نحن بنقسمهم حسب المعرفة تبعيتهم. نعم. يعني لما نحس إنه بتعرف شوي بنقسمهم بجروب لإلهم، يلي ما بيعرفوا شيء أبدا كمان فينا نبلش معهم. طيب التجاوب كيف عم بيكون؟ في تسجيل؟ نعم. عم بيكون في أعداد من إنه عم يتسجلوا بحبحين؟ أكيد. بعرف قبل الكورونا كان عنا خبرة بالبلديات، كانت خبرة كثير رائعة مع الناس. إيه وهلا؟ هلا عم نشتغل أكثر أونلاين، عم نشتغل مع الستاف تبعنا، وعنا مشاريع كمان عم نشوف كيف بدنا نطلقها أكثر بعد من بعد ما خلصت الكورونا. بياخذ شهادة؟ يعني اللي بده يتعلم على الكمبيوتر بدورة قد ايه بتستمر الدورة وبياخذ شهادة بنتيجتها بتخوله انه يشتغل؟ اكيد اكيد. اللي عم يعمل ديجيتال ليترسي، خليني بس اوضح نقطتين، اللي عم يعمل ديجيتال ليترسي عم ياخذ دورة وعم ياخذ شهادة من كاريتاس بتقول انه هو عمل هيدي الدورة، بينما يلي عنده خبرة بالكمبيوتر وعم يعمل الـ MOS او مايكروسوفت اوفيس سبيشالست او مايكروسوفت اوفيس اكسبرت، هولي بيعملوا اونلاين اكزام وبياخذوا سيرتيفيكيت من مايكروسوفت. نعم. بالسوفتوير اللي عم يعملوه. على كل حال يعطيك العافيه، وهل بدنا نقول لكم يعطيكم العافية عن جد رابطة كاريتاس لبنان، وبدي أشكرك اليوم منسقة أكاديمية تكنولوجيا المعلومات التابعة لرابطة كاريتاس لبنان ميراي سعادة، أهلا وسهلا فيك. اليوم مجانا ولا شو؟ لا مجانا. خلينا مجانا. بس لما أنا بدي أخذ شهادة طب حق الورقة؟ نحن حق الشهادة فيه لنكون واضحين. قالت لك مثل ما قالت مدام ميراي انه نحن في شهادات اللي بتتاخذ من كاريتاس هي بلاش، بس اللي بده ياخذ الشهاده السيرتيفايد من مايكروسوفت هيدي نحن الليسانس بندفع حقها، سو مندفعه حقها لهذا الشخص لانه عم بيعمل حتى التست بيعمله اونلاين دايركت معهم، يعني نحن لا بنعرف شو الاسئله ولا بفوت بيتسجل برقم بياخذ تست اونلاين، واول ما ياخذ اذا اوكي بتطلع له. طب اعطينا رقم تليفون، في كتار يمكن بيتسجلوا حابين يتسجلوا، في كتار بدهم يتواصلوا مع كاريتاس لان الدوره بتبلش، اذا بلشت الدوره كيف بده يرجع ينضم للدوره؟ وهل كم دورة بتعملوا بالسنة؟ احنا منجمع مثل ما كانت عم تقول مدام ميراي انه منجمعهم ومنقسمهم ومنقرر الدورة، تستات ليفل اكيد تنشوف كل، ما فينا نحط حدا سبيشاليست مع حدا عادي، سو بنوزعهم واكيد بنعمل دورات. نعم. فيك تنبش على التليفون انت وعم عم بتجاوبني على سؤال معاناة كاريتاس اليوم. نحن دايما بنحكي عن معاناة المواطنين، بنقول لها يا كاريتاس تفضلي رابطة كاريتاس كوني حدهم عم بتساعديهم، وعندها مساعدات لكل الأنواع، يعني من أدوية للتعليم للمفرقات المستشفيات للطبابة، كله بدق باب كاريتاس وما بتسفح حدا. مزبوط. بس عندها برامج كاريتاس اليوم، شو معاناة كاريتاس بهالزمن الصعب؟ لك تنقدر نستمر أكيد المعاناة هي التمويل. يعني واليوم مثل ما ما بيساعدوكم روابط كاريتاس بالعالم؟ بلا كاريتاس سيستم بلا اكيد، في عنا كتير برامج عاملينها اليوم نحن على صعيد طبي على صعيد بالتعليم كذا، في مع كاريتاس ان كان جيرماني، كاريتاس بولند، كاريتاس لا كل سويسرلاند. هلا عندنا مشروع مهم مع كاريتاس سويسرلاند عم نرمي نحن كمان كاريتاس، عندنا سوشيال هاوسينج اللي بنعطيهم بيوت بنأمنها للعيال بحاجه المستعجل اللي وضعها عاد حالها، اليوم عم نرممها كل هالبنية نحطها نجددها من الألف للي عن جد من جوا لما نعرف قديش عمرهم كان ولبرا والإزاز وكلها مع كاريتاس سويسرلاند. لا بيساعدونا بس الحاجة أكتر، الحاجة كبرت أكتر والمدخول أقل. نعم. أكيد أقل. بس لا. بدنا نقول لكم صار عندك رقم؟ ايه يلا بدنا نقول لكم يعطيكم العافية رابطة كاريتاس لبنان، فينا نتلفي على الرقم 79 104 869
7910489699 وبيتسجلوا للدورات و... وتسجلوا وكونوا كتار واستفيدوا لأنه المعلوماتية صارت حاجة. صحيح. شكرا لك مدير المشاريع الاجتماعية برابطة كاريتاس لبنان أندري قواق، أهلا وسهلا فيك. ميرسي لك مدام نوال. شكرا.